اتصدمت من المفاجأة اللي الوزتين التوأم عملوها النهاردة. او هما مش توأم قوي يعني، هما اخوات وشبه بعض قوي. الوز بتاعنا النهاردة يا جماعة عمل لنا مفاجأة جميلة جدا جدا جدا. دي الوزة الاولى ودي الوزة التانية. وطبعا اللي متابع قناتنا يوميات في مزرعتي من زمان عارف ان هما كانوا تعبانين. دي طبعا يا جماعة البطن التالتة ليهم. هما بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، باضوا ورقدوا خلصوا همت. دي رقدت اول امبارح وديت رقدة ومستقرة النهاردة طول النهار. انا برضو يا جماعة اعمل لكم مفاجأة كده، هندخل طبعا الفيديو ونشوف مرقدهم على كام بيضة ونشوف البيض بتاعهم. وكمان تحت الوزة ديت عامل لكم مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، لو حد توقعها ينزل يقول تحت في الكومنتات. يلا بقى كده يا جماعة انزلوا اعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتنا يومياتي في مزرعتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونتابع دورة الوز ديت مع بعض ونعرف كل الحاجات اللي هنعملها لهم في فترة الرقاد وكل حاجة. طبعا يا جماعة البطن الاولى بتختلف عن البطن التانية، بتختلف عن البطن التالتة. كل وش وله معاملة معاملة غير الاولاني. يعني الاول ده بيكون لسه الشتاء ما شتتش علينا قوي، التاني ده بنكون في عز الشتاء، التالت ده بيكون داخل علينا خلاص الحر. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى انزلوا كده اعملوا لايك للفيديو ونرجع بقى نشوف كل التفاصيل ونعرف الوز رائد على كام بيضة وهنأكل ايه وهنشرب ايه. اللهم ابطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، او حاسدة تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعة رجال او نساء. اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء، اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء، اللهم ابطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على مبدئيا كده يا جماعة. طبعا الوزة ديت اللي كان عندها تجلط في الدم والفيروس اللي بيهز بالراس عالجتها بايه؟ عالجتها بالكلور. كنت بحط كلور على المية، بحط كلور قد ايه؟ بحط سنت كلور على كل لتر مية. قعدت احط كلور مستمر لكل الطيور لمدة شهر يوميا على الله، كل المية اللي يشربوها كنت بيبقى عليها كلور. وجبت لها البرشام اللي هو الاسبرين الريفو اللي بيعمل سيولة في الدم من الصيدلية البشري لحد ما خفت وباضت. طبعا يا جماعة هم باضوا البطن الاولى في شهر 10، في نص شهر 10 كده، والبطن التانية في نص شهر 1. كان المفروض البطن التالتة يبضوها في نص شهر 2، بس طبعا عشان كانوا عيانين عوقوا لنص شهر 3. تمام، فهم كان زمانهم دلوقتي اللي هم فاقسين، بس الحمد لله جابوا لنا كام بيضة يا جماعة. ده اللي هنشوفهم مع بعض الاثنين. هم اول بطن والله ما فاكر المتذكر، بس كانوا هم جابوا عدد حلو يعني. تمام، المرة دي بقى هما يا جماعة الاتنين على بعض. هنشوف بس كده الاول ديت. طبعا البيض اللي تحت دي في منه من بتاع دي، تمام، عشان دي زي ما بقول لكم عامل لكم مفاجأة. دي زي ما بقول لكم كده عامل لكم مفاجأة. هنروح بس كده عند ديت كده واوريكم برضو كده الخن يا جماعة. شايفين انا عامله من الطوب ازاي؟ مدخلها كده وفرش تبن وهي لامة اللي جربها دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله الله اكبر. شايفين دي تحتيها 3 و3 6 8. الوزه دي يا جماعه تحتيها 8 بيضات. الوزه دي تحتيها اللهم صل على النبي 8 بيضات. طبعا يا جماعه اللي عليها علامه الاكس دي اللي هي بيضاها اخر حاجه بتاعت النهارده، عشان زي ما قلت لكم الوزه دي راقده من 8، الوزه دي راقده من يومين ودي لسه راقده النهارده. فالبيض بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، عشان احنا عرق، عشان احنا في الحر البيض عرق وكون جنين، يعني خلاص بقى فيه جنين اللهم صل على النبي. فانا يا جماعه معلم اخر بطين اللي هي بضتهم دي تحتيها 8. خليكم فاكرين يا جماعه ان الوزه دي تحتيها 8. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. هما والله كانوا بيبضوا مع بعض، فمش فاكر والله كل واحده بضت كام بالظبط، بس ديت تقريبا بضت لها بتاع 6 او حاجه، عشان دي بيضتها انا عارفها بيضتها تخينه، الثانيه بيضتها رفيعه. خلاص ما تخافيش ما تخافيش، يا بس خايفه يا جماعه من الكاميرا اهوت. وطبعا العش بتاع اي حاجه ده بتاع اجربه كده هما لمينه. وهوت يا جماعه الخن بالطوب اهو شايفينها، برده الثانيه راقده كده. طبعا يا جماعه هتقولوا لي رقدتهم ازاي جنب بعض؟ انا معودهم وكده يعني ان كل واحده ليها خن. شايفين حتى ديت كنت بقفل عليها بالكرتونه دي كده، هوريكم دلوقتي ديت كنت بقفل عليها
بالكرتونه كده الحته دي كده، بحس ان ديت لما تيجي تبيض تدخل تبيض هنا ما تلاقيش قدامها غير الخن ده، وخلاص هم اتعودوا واستقروا. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ونرفع الوزه ديت ونشوف تحتيها كام بيضه ونشوف المفاجاه اللي انا عاملها لكم. طبعا كده انتوا عرفتوا المفاجاه. الوزه دي يا جماعه حجمها مش كبير، الوزه دي حجمها مش كبير تمام، وبيضتها المره دي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات صغيره، بيضتها صغيره، تحتها 5 بيضات وز، ودي تحتها 8. 5 و8 5 و8 13، وبيضه واحده اللي اتكسرت ورا البلاص يبقى 14 بيضه. يبقى هما كده يا جماعه جابوا لي 14 بيضه، الوزتين على بعض جابوا لي 14 بيضه، قولوا دي 7 ودي 7 تمام، جابوا لي 14 بيضه. شايفين يا جماعه المره دي بيضتها صغيره ازاي، فديت بيضه الوزه دي انا عارفها اللي هي بيضتها صغيره. طبعا الذكر قاطع لها راسها من الطرق عشان هي صغيره برده ما بيعرفش يملكها، على عكس الثانيه، الثانيه راسها مش مقطوعه قوي عشان هي حجمها كبير وبيعرف ان هو يمسكها. فالوزه دي يا جماعه بيضتها صغيره، هيت بيضتها صغيره وهي حجمها صغير، فاستغليتها بقى ورحت مرقد تحتها. رحت مرقد تحتيها بيض رومي معلم اهوت، وكاتب على التاريخ 30/3 اللي هو النهارده، التاريخ بتاع النهارده 30/3، ان انا حطيت بيض الرومي يوم 30/3 تمام. فكل الناس يا جماعه اللي بتسال ينفع نحط تحت الوزه بيض وزه او بيض رومي، يا جماعه طول ما الوزه وزنها خفيف كده حطه، يعني هي ما شاء الله وزنها خفيف، فان شاء الله هتطلعوا ومش هتدعكوا. طبعا احنا هنتابع الدوره مع بعض وهنشوف هيطلع ولا مش هيطلع، وانا كاتب لكم التاريخ اهوت وقايله لكم في الفيديو 30/3، وهنشوف هل هتطلع ولا مش هتطلعوا. طبعا انا اخترت ديت حطيت تحتيها البيض الكبير، برضو يا جماعه يكون عندنا فن الاختيار او فن التدبير، ديت حطيت تحتيها البيض الكبير علشان هي حجمها كبير، وكمان علشان البيض الصغير ما يتوش في وسط البيض الكبير ويتكسر. وديت رحت منقي البيض الصغير بتاعها، نقيت اصغر 5 بيضات من اللي هم ال 13 بيضه اللي خزنتهم كلهم، وحطيتهم. طبعا يا جماعه البيض الرفيع ده بيكون اناتي، وحطيت تحتها بيضة رومي، برده بيضة رومي دي ما شاء الله عشان مزارع كبيره تمام. اهي يا جماعه الخن برده زي اختها، الخن زي اختها. بيض الوز بقى يا جماعه بيفقس على كام في البطن الثالثه ديت؟ ساعات والله العظيم بيطلع على 28 يوم، لان الجو بيبقى نار 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 في اخر شهر 4 كده، في نص شهر 4 الجو بيبقى حر جدا، فالبيض بيعرق. البيض ما شاء الله الله اكبر عمره 3 ايام اهوت وخلاص الجنين عرق فيه خالص، الله اكبر. فالبيض يا جماعه بيفقس كده. طيب في البطن الثالثه ديت بقى بنضطر ان احنا الميه تكون باستمرار عند الوز، ولازم نخلي الوز يستحمى. طيب مش غلط ان احنا نخلي الوز يستحمى ويدخل على البيض؟ لا يا جماعه مش غلط، بالعكس الوز بيكون درجه حراره جسمه عاليه جدا فبتسخن الميه قوي. باكل الوز يا جماعه باكله دوره ناشفه، او اللي هي الدوره يا جماعه البيضه دي اللي هي بتاعت الكيزان، او دشيش او عيش ناشف، اي حاجات ناشفه يا جماعه، اي حاجه راقده بلاش ناكلها اكل مبلول علشان الديدان. وطبعا يا جماعه بحط لهم اللي هو سنت كلور على لتر ميه، وزي ما انتم شايفين كده المكان عندهم نظيف خالص، المكان عندهم نظيف خالص. وهطلع بقى يا جماعه اوريكم الدكر، هطلع دلوقتي اوريكم الدكر. شايفين يا جماعه الدكر رائد ازاي؟ الدكر رائد مع الطيور بره، ما دخلش معاهم، انا سايب له حريه الاختيار، عايز يدخل يدخل، مش عايز يدخل ما يدخلش. طبعا يا جماعه بس هوديك الجنب التاني النظيف عشان الناس اللي لسه متابعه يوميات في مزرعتي ما تفتكرش وتقعد تسال السطح مش نظيف ازاي. فيا جماعه الوز غير البط، لو سبتوا ذكر الوز معاهم عادي ما فيش اي مشكله، حشتوه برده ما فيش اي مشكله، فانا سايب له حريه الاختيار، عايز يدخل لهم يدخل لهم، مش عايز يدخل لهم ما يدخلهمش. علشان طبعا يا جماعه انا في فيديوهات البط بقول لكم حوشوا ذكر البط من عند الاناتي وهم بيبيضوا وهم راقدين ليه، علشان ذكوره البط غير ذكوره الوز. ذكر الوز شايفين قاعد هادي ازاي، لكن ذكر البط بيقعد يطلع على النتي ويكسرها. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.